اخوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نفصل معاكم واحد المونطو بالسلسله. هاد الثوب هذا راه داير بحال ديال الجلد وجاي مضوبل من هنا من الكفه، دايرين له هاد الثوب رقيق لاصق فيه من اللور من الكفه ديالو، وهنا هذا داير بحال شكل ديال الجلد جاي هكا مخطط. هذه هي الحاشيه ديالو، هذا هو الطول ديال الثوب هنايا. شديت حطيت الطول ديالي من هنا من هاد البلاصه هادي، راه ما مقادش من هنا، حطيته من هنا لهنا. عندي في الطول غندير 102، وهاد البلاصه هنا غتبقى لي نخرج منها الظهر. على حساب الثوب عندي ما فيهش المنكب، فيه متر و20 في المنكب، لو كان عندي فيه المنكب متر ونص غادي نديرو هكا على 4 ونفصل في خطره، نطوي هكا على 4. الا كان الثوب فيه جوج فيه متر ونص في المنكب نديرو هكايا على 4 ونفصل الظهر والامام في خطره. دابا ما عنديش فيه المنكب وما غيخرجليش الحوض هذا والايفازي الكافي، غندير له الطريقه هذه الداخل في الخارج. حطيت الطول ديالي، حطيت متر و هذا في الطول. عندي في الكتاف 40، غنخلي هنايا واحد السنتيم ديال السلسله، هذه ما غنحسبهاش هاد السنتيم، هذا ديال السلسله باش نخيط فيها السلسله. نزيدو سنتيم ديال الخياطه، ونهبط هنايا 3 ديال السنتيم. هيا هنا هبطت 21 بحال اللي درت هنايا، وهنايا قبالتها 21. صافي نحط العبار ديال السدر ديالي، عندي 27 الصد، ونزيد سنتيم ديال الخياطة، ولا من الأحسن نزيد جوج، غنزيد جوج ديال الخياطة. وغادي نهبط هنايا هاد القاعده اللي درتها معاكم وعاودت. راني منين بديت ندير معاكم الدروس ديال الفصاله وانا كنهضر معاكم هاد القاعده هادي، غنهبط ب 14 هنا من الدوره ديال التركيز للبطن 14، ومن البطن للحوض 14. هادي قلت لكم انا قاعده كنديرها، الا باستثناء الا كانت مولات البياسه طويله بزاف ولا هذا، كتزيديها كتهبطي ب 16 ولا حتى 18. البطن عندي 25، 25، الحوض عندي 31. نجيب البيستولي غنربط هاد النقطة هادي مع هاد النقطة هادي، وهاد النقطة مع هاد النقطة، نقلب البيستولي عندي هكا، كانت هكا هنايا في البطن، مي غنجي نطراسي الحوض غنقلبها لعندي هكا. صافي احنا طراسينا الجهة الفوقانية، غادي ندير الدورة ديال العنق 7 ديال السنتيم، ونهبط هنايا 2 ديال السنتيم. صافي ونسير بالنقطة هكايا بخط. نقاد هنا راه ما عنديش نقاد من هاد الجهه، هنا ما غنديرولهاش ايفازي، غنزيدها غير واحد 3 سنتيم على الحوض. عندي هنا في الحوض 31، غندير لها هنايا 34،
وزيد سنتيم ديال الخياطه هي 35. صافي هذا هو الامام. دابا غادي نقاد الظهر. غادي نجيب هاد الثوب هذا ديال الظهر وغادي نشدو هكا وندورو بهذه الطريقه هذه. صافي غنحط هاد الجهه العريضه من هاد الجهه وهاد الجهه اللي رقيقه غنحطها هنايا وغنقد عليها الضوفه ديال الامام. هنا قديت هاد الضوفات ديال الامام قديتهم على هاد الطرف هذا كنطلعهم حتى التالي حتى كيجينا التالي ديال هاد التركيز. هاد الدوره هادي كتجينا هنا في التالي ديال الثوب باش يبقى لنا عاود هنايا الكمام فهاد الجهه هادي باش نخليو هنا الكمام ماشي غير نقبطوه ونحطوه فين ما كان كنبقاو طالعين به حتى كيجينا العبار نيشان مع الثوب هنايا عاد كنحبسو. هنا انا قديت الدوفات ودخلت شويه هنايا خليت هنا جوج سنتيم في الظهر هذا سنتيم اللي خليت هنا ديال السلسله وزدت عليه سنتيم واحد اخر لحساب هاد المونطو تكون عنده الخياطه في الظهر كنخليو جوج سنتيم ديال داك الخياطه في الظهر كنخليوها خارجه هنايا ها هي من هاد الخط الاحمر هذا عندي هنايا فيها جوج سنتيم ها هي هذه ديال الخياطه الظهر كنهبطها من هنا من الفوق فهمتي 21 ديال هذا الامام وبقات لي هنايا جوج سنتيم غنديرها في الخياطه ديال الضوفه ديال الظهر. هنا غادي نزيد واحد سنتيم ونص هاد ديال الخلف كنزيد فيه سنتيم ونص ولا جوج سنتيم ها هي طراسي تاع هنايا. صافي هنا غادي نطراسي الظهر هنايا فين عندي الحزام هنايا غادي نطراسي الظهر ديالي غندير واحد الخط واحد النقطه هنايا باش نعقل على فين هو البط ها هو هذه هي النقطه ديال البطن ديالي فين هبطت هنا 14 سنتيم. صافي باش غنجي لهاد الظهر هذا غندير فيه بانسا غندخل هنايا جوج سنتيم ها هي وغادي نطلع هنا 12 وغنهبط هنايا 14 هاد الخط هادي هكا غنجيب الخياطة من هنا جوج سنتيم غنشد من هاد الجهة غير سنتيم من هنا هكا ونهبط نهبط ندخل مع هاد البانسة جوج ديال السنتيم ونهبط من هنا صافي هادي هي البانسة ديالي. بغيتو تزيدو تزيروها من جهة الخص يمكن لكم تدخلو هنا تلاتة ولا ربعة ديال السنتيم إلا بغيتو تزيدو تزيروها أنا درت دابا غير جوج. صافي دابا غادي نطراسي الجياب ديالي في الامام عندي جيب باسكوال هذا هو خط الحزام غادي نهبط على خط الحزام واحد شويه غير واحد 3 ديال السنتيم ونحط الجيب ديالي غندخل من هنايا واحد 7 ديال السنتيم صافي ونديرو مايل من هاد الجهه هادي ندخل غير 5 سنتيم ها هي من هنا 5 ومن هنا 7 صافي هذا هو الجيب ديالي العرض ديالو 3 ديال السنتيم
غادي نطراسي في الوجه، نحاول ما نطراسيش بزاف باش ما يبقاليش هذا حمر كيبان. صافي هذا هو الجيب ديالي راه طراسيتهم هنايا. صافي دابا غندوز للكمام، غنحيد بعدا داك جوج سنتيم من هنا من بلاصه التركيز. ونعبر شحال عندي فيه، 27. هنايا طويت هذاك الطرف اللي بقالي ديال الكمام، قديت هنايا بخط، غادي نهبط هنايا ب 13. نجيب هاد النقطة هادي اللي هبطت هنا ب 13 ونصيلها هنا بخط. الطول عندي 59 وغيكون فيه باندا في الكمام، غيكون فيهم الباندا. غادي نقص ثمن الباندا، غادي نقص دابا غير بعد السنتيم ونخلي جوج سنتيم، سنتيم من هنا ديال الخياطه وسنتيم اللي غيكون لاصق في الباندا. على حسب الباندا غندير فيها 6 ديال السنتيم. درت 56، ندير 14 هنايا في المونش. الدراع عندها 18 ونزيد سنتيم ديال الخياطه، غنهبط بعدا من هنايا واحد 7 ديال السنتيم ونحط الدراع ديالي. شوف 27 ها هي جاياني هنا. ما غنقصش داك جوج سنتيم اللي كنقص من هذا من الكم، كما قلت لكم راه ملي كنلقى 27 في التركيز وكنحط هنا 27، ملي كنجي نخيطو دائما كنلقى هذا زايدني جوج سنتيم حتى 3 سنتيم، على حسب ملي كيتقطع وكتدخلي وتخرجي راه كيتزاد فيه. انا هنايا غندير 26 حتى ندير لي سياج ونشوف، عاد نشوف واش نقص داك السنتيم الاخر. نسطر بعدا بهذا المثلث، صافي راه جاتني هنايا فين طراسيت هنا ديال العبر ديال الدوره ديال الدراع. غنقسم هذا على جوج هنا وهذا على جوج وهذا على جوج، غندخل من هنا سنتيم ونخرج من هنا سنتيم. صافي هذا هو الكم ديالي، غنحلو هكا، غنجي لهاد الجهة هادي نعلمها هكايا باش ما تتلفليش. جوج وغادي نقص منهم واحد السنتيم، هاد السنتيم غنجي من هنايا من هاد البلاصة هادي، جي هكا زيرو وندخل هنايا سنتيم. صافي نخرج غي حد هنايا، هادو هما الكمام ديالي. هنا غنفصل الجياب، غندير هنايا في العمق ديالهم ندير 22 وفي العرض هنا 18. غادي نخيطهم، غادي نزيد نقريقلهم ملي كنكون كنخيط. غادي نقطع داك الباندات اللي كيجيوني داك 3 سنتيم،
كندير فيها 8 ديال السنتيم في العرض، والطول كندير فيها 18. نشوف شحال فيها 5، مازال غنقص منها سنتيم. هادي غير باندا وحده، مازال خصني باندا اخرى بحالها. مازال نفصل باندا اخرى بحال هادي، الجيب الثاني المونطور ساهل في الصاله ديالو. حتى طريقه الخياطه ان شاء الله نوريكم معايا كي ديروا تلصقوا السلسله، وكي ديروا تلصقوا الباندا من التحت وفي الكمام وحتى الجيب. هذا هو المونطو ديالنا. هذا الكور راني ما فصلتوش معاكم، تندير لها لي سياج، ومين نكون كنخيطو ان شاء الله نفصلو، غندير لها الكول من الباندا اللي غتجيها من التحت، حتى هو الكول ما غيكونش مهتوب، غيكون داك التوب المشرط اللي غندير لها به الباندا. نتمنى تكون الطريقه سهله، وان شاء الله تبعوني في الهدف الخياطه ديالو باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله كي غايجي. والسلام عليكم ورحمه الله.